بنضل بعالم الطب طبعا زينب، ورح نحكي عن يمكن اليوم قد ايه حلو الابتسامه تكون حلوه وجذابه، ومثل ما بيقولوا يمكن اول شغله بنطلع عليها بالشخص هي ابتسامته قد ايه ممكن تكون حلوه، وشكل الاسنان، بياضه، كل هي التفاصيل اكيد كثير بننتبه عليها باي شخص يمكن بنشوفه لاول مره ومن بيلفتنا في شيء. قد ايه بتشوفي هذا الشيء زينب بالسيدة؟ كثير، خاصة الابتسامة إذا كانت حلوة والأسنان حلوين ملفتة للنظر وبتعطي جمال كثير كمان. هذا صار شيء شائع ومطلوب، حتى لو ما أنه موجود بالأصل صار مطلوب لتجميل هذا الشيء الأكثر. تمام، هلا الفكرة إنه إحنا ممكن بنعتقد كلياتنا إنه ممكن الجمال يكون بس بالأسنان، لكن الابتسامة الجميلة إلها كثير شروط مثل شكل اللثة والشفايف والأسنان كمان وصحتها ولونها لحتى نحصل على ابتسامة حلوة وبيضة. أكيد رح يجاوبنا دكتورنا الدكتور روني توم أخصائي تقويم وتجميل الأسنان كيف نقدر نحصل على هي الابتسامة الجميلة. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع هلا كل الصبايا عم يتجهوا لتجميل اسنانهم، يعني حتى يحصلوا على ابتسامه هوليود مثل ما بيقولوا لها، مع انه ما كثير بعد دارجه هذا البياض الناصع. خبرنا انه في ناس عم يعملوا هي الابتسامه بس ما عم يحصلوا عليها لسبب ما، فخبرنا اول شيء شو الصحيح لحتى يحصلوا على هي الابتسامه، وشو الشائع هلا الدارج اكثر، هذا البياض الناصع ولا اللون العاجي الطبيعي؟ تمام. هلا مثل ما تفضلتي، في اشخاص بشكل طبيعي بتحسي ابتسامتهم جميله، في اشخاص ثاني حتى لو هن ساووا هوليود سمايل بتحسي انه ما نجحت معهم. تمام. ففي سر بالابتسامه، السر هو انه الابتسامه هي مجموعه عوامل مع بعض، ما هي اسنان، هي اجتماع الشفاه مع اللثه مع الاسنان مع القوس السنيه كامله. فاذا ما كان في معدلات صحيحة بهي العوامل ما بتطلع الابتسامة بشكل كامل صحيح. يعني إذا كان في الأسنان صحيحة بس الشفاه فيها مشكلة، في انكشاف لسه مثلا، عرض القوس مانو كافي، نحس إنه في مشكلة يمكن ما نحسن نعرف شو هي. أو الأشخاص العاديين بيطلعوا بيشوفوا ابتسامة بس ما يعني ما أنا مريحة بس ما بيعرفوا شو هي. هلا نحن راح نحدد بالضبط بالقيم شو لازم تكون العوامل هاي لحتى تكون الابتسامة صحيحة. نعم. هلا مثلا بدنا نحكي على الشفاه، إذا ما كانت الشفاه ممتلئة ممكن تأثر على الابتسامة، هي أقل تأثير. هلا العامل الأكبر بيروح للأسنان. تمام. بس في العوامل الثانية ما فينا نغفلها مثل انكشاف اللثة مثلا، يعني إذا اللثة الأسنان أحيانا ما بتكون ظاهرة، بيكون في نقص بظهور الأسنان. نحس انه الابتسامه مثل خجوله او مانا، يعني مانا ابتسامه، يعني هي اقل من ابتسامه. احيانا بيكون في انكشاف زايد باللثه، يعني الاسنان صفتهم حلوه، معمول لونهم حلو بس في غلط. العوامل يلي الاشخاص ما بينتبهوا لها هي عرض القوس السنيه وشكل القوس السنيه. هلا العرض لما ما يكون كافي بيترك فراغات سوداء بين الاسنان والخد، نسميها نيجاتيف سبيسز. هي كثير. شو القوس السني بس؟ القوس السني المقصود فيه التقوس تبع الاسنان، يعني من الطرف للطرف بشكل قوس. تمام. تمام. هذا القوس لازم يكون شكله يو، يعني احنا اذا طلعنا من تحت لازم يكون شكل القوس حرف يو. تمام. اذا اخذ القوس شكل في، في مرضى بيقولوا لي انا عندي بروز، هني ما عندهم بروز بس شكل القوس عندهم في، يعني محدب من قدام والانياب داخل لجوا، هذا بيعطي منظر بروز بس هو مانو بروز. تمام. يعني احنا بنركب التقويم هون، بنرجع شكل الفي لشكل اليو، بتلاقي راح البروز، ما هو نظر عين بس. هذا ممكن يكون بتقويم او ممكن يكون بفينيل او كيف. تمام. هلا المعالجه الصحيحه تعتمد على التشخيص الصحيح. انا اذا شفت انه شكل القوس في وجيت حاولت اعمل ابتسامه ممكن ما احصل ابتسامه صحيحه، فاحيانا بضطر اني او حسيت في تضيق بالفك وجيت اعمل ابتسامه ما بحصل على نتيجه صحيحه. فبدي اضطر وسع القوس العلويه وبعدها ساوي التعويضات اللي هي فينير او زيركون. فالتشخيص الصح هو اللي بيؤدي لنتيجه بالاخر صحيحه. فاذا دخلت المريض بمعالجه ما انا مبنيه على تشخيص صحيح ممكن ما نوصل لابتسامه جميله. وصح ساوي الاسنان بس ما وصل لنتيجه نهائيه. هذا السر بجمال الابتسامه.
التشخيص الصحيح والحلول الصحيحة. دكتور كثير من الأسئلة إنه شو الفرق بين الفينير الليمونير والزيركون؟ إمتى السيدة أو حتى الدكتور بيختار نوع معين من الأسنان لحتى يشتغل فيهم؟ طبعا هذا سؤال كثير بيسألونا إياه المرضى، وفي كثير في أشخاص بيعرفوا شو الفرق بين الفينير والتاج، بس الأغلبية ما بيعرفوا وبيسألوا كثير إنه أينه أحسن؟ أنا أحسن الفينير ولا الزيركون؟ هلأ أنا راح أحكي ليش طلع الفينير؟ يعني إحنا بالأول ما كان عندنا شيء اسمه فينير، كان بس نبرد السن من أربع جهات ونحط له تاج. هلأ مع تطور مواد الأسنان، بالبداية كنا إحنا مضطرين نبرد السن من أربع جهات لحتى نثبت التاج يلي منجيبه على السن. هلأ مع تطور مواد الأسنان صار ممكن الصاغ التعويض على السن. يعني بالاول ما كان في هالمواد اللي تسمح لنا نلزق شيء على شيء، يعني التعويض نلصقه على السن. تطور بمواد الاسنان سمح لنا نستخدم الفينير اللي هو قشره بس مثبته بطريقه الالصاق. ليش نحن لجأنا للفينير وبعدنا عن التاج؟ هلا في مبدا اللي هو المبدا الاهم بطب الاسنان وكل اختصاصات طب الاسنان تجتمع عليه، هو المحافظة على النسيج السني. يعني نحن أقل ما يمكن لازم نهدر النسيج السني، فنحن بدال ما نضطر في صور هلأ منشوفهم الفرق بين تحضير الفينير وتحضير التاج. يعني بتشوفي شكل السن اللي بده يستقبل الفينير قديه هو سن، يعني سن سليم أو ما أنه مشوه، والسن اللي بده يستقبل التاج شلون. عم نشوف الصور مع بعض أول شيء دكتور على الشاشة هون. تمام، هون الحالات يلي مشتغلينهم، بس في صورة محددة بتظهر الشكل الفرق بين الفينير والتاج. بتشوفي كمية الهدر النسج بالتحضير اللازم للتاج. فهذا المبدأ نحن دائما بنحاول نحافظ على النسيج السني. فلهون اتجهنا للفينير اللي هو تعويض بشكل قشرة من وجه السن بسماكة نص ميلي. نعم. تمام؟ نعم دكتور، يعني خلينا نحكي شوي هلا بما انه يعني صحه الاسنان معتمده حتى على الاعتناية او العنايه فيها، ما ضروري يعني كل الناس تعمل الفينير او اللومينير او الزيركون اذا كان عندهم اساس حلو، وايضا الحاله الاقتصاديه يعني ما لها الكل بتسمح انه يتجهوا لتجميل الاسنان الا اذا عندهم مشكله كثير ظاهره باسنانهم. خبرنا، هل هناك علاجات اخرى ممكنه لتبييض وتجميل الاسنان وسعرها ممكن ما يكون بهي الكلف؟ لانه نحن بنعرف انه ارتفعت اسعارها وخاصه المواد اللي ارتفعت اسعارها كمان. طيب. هلا في عده خيارات طبعا، والخيارات تنطلق من مبدئين. اول مبدا واللي حكينا عليه هو المحافظه على النسج السني. يعني المريض بفضل يحصل على الابتسامه الجميله من دون ما يخسر شيء من اسنانه. تماما. تمام. ف لما نحن نحصل على شفاه جميله لسه بابعاد صحيحه، الاسنان تكون مرصوفه بشكل مقبول. يعني مثلا ما في تراكبات، ما في نخور شديده، ما في. هذا المريض بيقول لك انا اسناني سليمه الصح ما يبرده، فنحن ممكن نروح على الطبيب فقط. يعني نحن بس انه شكل السن ما في تكسر، ما في شكل الاسنان حلو، ابعادها صحيحه، ما عنده مشاكل بالاسنان، فنحن بنروح على الطبيب. الطبيب مشكلته اني يعني بده اعاده، بس الطبيب نتيجته بتدوم 6 شهور للسنه حسب المريض شو بيشرب. نعم. شو بيدخن شو كذا. في مرضى والطبيب كمان في مشكله ثانيه انه ما بيوصل للدرجات الفاتحه كثير، اللي هي في مرضى عم يروحوا له بشكل خاطئ. يعني بضل الطبيعي احلى. يعني مثلا الاي 1 هو افتح لون بالاسنان الطبيعيه، هذا انا يعني انا برايي الشخصي هو احلى لون. ممكن نروح للبليتش، بليتش 4، يعني بين الاي 1 والبليتش 4 لون كمان حلو بحيث هو مبيض على الاسنان الطبيعيه. اما لما نروح للاي 2 البليتش 2 والبليتش 1 صار شيء مبين صناعي. مع هيك في مرضى انه لا بدهم اياه، هذا الطبيب ما فيه يوصل له. يعني الطبيب اكثر حد بيوصل اي 1، يعني بين الاي 1 والبليتش 4 هذا اكثر حد بيوصل له. ففي مرضى ما بيشتغل معهم الطبيب، خاصه انه بده يعيد كل 6 شهور. فالحل الثاني اللي هو كمان بحافظ اكثر على النسج السني هو الدايركت كومبوزيت. فنحن هون ما بنبرد السن ابدا، بس كمان بسبب تطور مواد الالصاق صار فينا نستخدم الحشوات الضوئيه اللي بتلتصق على السن التصاق. فهون نحن ابدا ما بنحضر السن، بس بننظف السطح تنظيف
ومنساوي تخريش للسن ومنحط طبقات كومبوزيت اللي هي الحشو البيضة نفسها. بس طبعا الدايركت كومبوزيت صار يعني يجي بانواع محسنه، يعني خاصه تجميليه اكثر. فنحن بنساوي طبقه، يعني نحاول نصف الاسنان بلون فاتح. هلا في دايركت كومبوزيت كمان يجي بليتش، يعني هذا مخصص للموضوع الدايركت كومبوزيت، لانه نحن بدنا نساوي ابتسامه. تمام. بعد الدايركت كومبوزيت نحن بنروح على الفينير. هلا الفينير بده تحضير، يعني الفينير لنا سماكته نص ملي، ففينا نشتغل من دون تحضير، بس يعني اقل ما يمكن نساوي خط انهاء او تحضير بسيط على حرف اللس مشان الفينير ما يترك درجه بينه وبين السن. هلا اكثر شيء موجود عندنا بسوريا هو في اللومينير، بس بصراحه ما هو كثير موجود بسوريا لانه بده تقنيات عاليه، موجود بامريكا وبدول. الزركون يمكن اكثر. اللومينير بيجي اخف سماكه من الفينير، بيترك حرف بينه عفوا المنير ما بيترك حرف. الفينير اللي موجود بسوريا ممكن يوصل ل 0.2 ملي، هو بيترك حرف يعني 0.2 ملي بينه وبين السن. هذا يعني يعتبر حل مقبول اذا نحن ما بدنا نبرد السن ابدا، لانه يعني في مرضى بيشترطوا انه انا ما بدي اقرب اسناني ابدا بس بدي الفينير. هلا دكتور، في بعض المرضى يمكن عندهم هذا الوعي وبيعرفوا شو مدار نحن نبرد السن لدرجه كثير كبيره، لكن شفنا كثير من الحالات كمان انبردت الاسنان لدرجه كبيره، فخلينا نعرف شو هي خطوره هذا الشيء. تمام. هلا تحضير الاسنان، نحن البرد بنسميه تحضير. تحضير الاسنان له ابعاد. هلا مثلا انا بدي اجيب الزيركون مغطى بوجه ايماكس، انا الزيركون لازم تكون سماكته 0.6 او 0.8 ملي اقل شيء، مغطى بطبقه نص ملي، يعني انا بدي اشيل من السن 1.5 ملي. تمام. فانا مجبر اني ابرد السن 1.5 ملي من اربع جهات. تمام. هلا لما ابرده اكثر من 1.5 ملي انا صرت عم اشتغل غلط، انا صرت عم زيد الزياده. شو خطوره هذا البرد دكتور؟ هلا مثل ما حكينا النسج السنيه مقدسه بطب الاسنان، يعني انا عم شيل نسج سنيه، هذا الشيء غلط. شيء ثاني، لما خفف سماكه النسج المتبقيه من السن صار السن عرضه للكسر، واكثر من هيك انا عم اقرب على اللب. لب السن في له اهميه كثير كبيره كمان الناس ما بتدركها. لب السن هو منبه داخل السن، هو حيويه للسن، يعني متى انسحب العصب تبع السن انا خسرت نص عمر السن. يعني مثل الشجره لما تقطع عنا المي شلون بتتكسر. سحب العصب يعني كثير، سحب العصب شيء مضر للاسنان. فنحن في حالات مضطرين نسحب العصب، وهي استطباب لسحب العصب واللي هي التهاب اللب. بس نحن اذا سن سليم بردنا منه زياده فنحن عملنا عليه خطوره، وعلى العصب عملنا خطوره، صرنا يعني مضطرين نسحب العصب وهو ما كان بده يسحب عصب. فالثلاث اسباب اللي هي ما لازم نسحب العصب فيها، قلنا هو حيويه للسن، هو منبه المريض اذا فقد العصب، عامل تاج هو نخر بين صار في نخر بين التاج والسن، هو ما حس بشيء. بينما لو عنده عصب بيروح بيعالج، بشيل التاج بيعالج النخر تحته مثلا، هو ما عنده عصب انكسر السن وما حس. تمام. المعالج اللبيه الا السبب الثالث، لانه نحن ما بندخل على العصب بشكل تعسفي، في نسبة فشل بالمعالج اللبية. يعني إذا أخصائي لبية بيسحب العصب في عنده نسبة فشل 10 ل 20%، يعني إذا بيسحب عصب 10 أسنان بيطلع عنده خراج أو خراجين. تمام؟ هي البرد الزائد للأسنان يعني هي خطورته، بيعرض السن، بيضعف السن وبيعرض العصب للخطر. نعم. طب دكتور خبرنا، يمكن حتى في طرق تحضيريه للحفاظ على الاسنان قبل ما توصل لمرحله الفينير واللومينير والتجميل، وخاصه مثل ما قلنا اللي عنده سن طبيعي، ونحن كل مجمل حديثنا اللي عنده سن طبيعي جميل ما يلجا للتجميل، وحتى لانه كل شيء تجميلي صراحه بياثر على الاسنان هو اخر خيار. فخبرنا اليوم شو هي الخطوات للمحافظه على اسناننا، يعني شو لازم نعملها كتنظيف عند الطبيب حصرا، لازم يكون مثلا شو القصص اللي لازم نحن نعملها حتى يضل السن هيك بعزه مثل ما بيقولوا. تمام. هلا الاساس الاساس بالمحافظه على الاسنان هي تفريش الاسنان. يعني مثلا لما التنظيف لازم يكون 3 مرات باليوم بعد الاكل، يعني الواحد بياكل 3 مرات مثلا لازم ينظف 3 مرات. بس بعرف انا انه صعب العالم تنظف 3 مرات، فانا بنصح مرضاي انه
يعتمدوا وقت محدد لتنظيف الأسنان. مثلا الصبح يتعود هو انه لما غسل وشه يتعود انه خلص يمسك الفرشاه ينظف اسنانه مره باليوم. هلا مره باليوم تكون كافيه بصراحه، بس يعني هي الحد الادنى. يعني اذا مرق يوم ما نظف اسنانه هو بلش يضر حاله، لان هلا ما بعرف يعني لما يمرق 24 ساعه يمكن كلنا اذا بنحاول نحس انه في طبقه صارت على السن كلسيه، ما كلسيه بس هي صارت فيها تجمع للجراثيم. اما تنظيف الاسنان مره كل 24 ساعه بيشيل هاي اللطاخه، فهو بيحمي الاسنان من النخر. هلا في اشخاص اسنانهم وراثتها ضعيفه، في اشخاص تلاقيهم ما بينظفوا اسنانهم يعني اسنانهم كويس، كمان الوراثه بتلعب دور وبنيه السن والكلسيه اللي موجود بالسن. بس بالاخر الواحد لازم يعمل اللي عليه، نظف اقل شيء مره باليوم. في شيء مهم، المرضى لما يكونوا عم ينظفوا اسنانهم عندهم التهاب لسه بسبب انه ما كانوا ينظفوا اسنانهم، او اسنان حساسه. أسنان حساسة هي بدها علاج خاص، يعني ممكن مضامد فلور، معاجين تحوي فلور، ممكن بالعيادة نطبق مادة الفلور على الأعناق. تمام. هلأ موضوع التهاب اللسة ونزف اللسة، يعني بيقول لي المريض أنه أنا عم نظف أسناني عم تنزف لستي، فبيوقف بخاف بفكر هو عم يضر حاله. هون بالعكس تماما، أنت لما نزف لسة يعني في التهاب لسة، يعني أنت لازم تنظف أكثر. حتى لو الدم، لو في دم أنت نظف فوق الدم، خلي اللسة تطيب لحتى يوقف الدم. تمام. بس في مشكله لما يكون في كلس هون، قد ما ينظف ما بيستفاد. فالمريض يلي متاكد انه ما عنده كلس بس عنده التهاب لسه يمشي على هذا الشيء، بس يلي عنده كلس، كلس هو بيكون على حواف لسه بلون اصفر او اسود، هذا لازم يروح على العياده فورا يشيله بجهاز الالتراسونيك، يعني ما بياثر على الاسنان. كمان هذا الشيء مهم، كل الناس تفكر أن تنظيف الأسنان بالجهاز بضر الأسنان. السن إذا سليم أبداً الألتراسونيك ما بيأثر عليه، بس السن إذا فيه نخر أو فيه ضعف بالمينا الألتراسونيك بيحفر. تمام. فكثير مرضى بيقولون أنه أنت خربت لي أسناني لأنك نظفت اللي بالجهاز. هي السن كان فيه ضعف بالمينا وهو بداية نخر، والجهاز بالفعل بيشيله. لما يكون في ضعف بالمينا والجهاز يشيل هاي الطبقه، ترجع فورا تصبغات ويرجع الكلس بسرعه. هذا الشيء دكتور بينطبق شيء على تبييض الاسنان خاصه بالليزر، اللي بنسمع كثير انه هو ممكن التبييض بيأذي طبقه المينا بيأذي السن، شو مدى صحه هذا الشيء؟ هلا التبييض، مواد التبييض يعني موافق عليها من الصحه العالميه، فما هي اختراعنا، هي اختراع شركات وموافق عليها، يعني هي ما بتاثر ابدا. ممكن يكون في تاثير بس هي امنه بصراحة. أنا يعني بتقديري تأثيره ممكن يكون 3 أو 4%. طيب شو هي النصايح اللي هلأ بتنصحها، وخاصة أنه في أخطاء حتى بعد ما ينعمل اللومينير والفينير، وفي إشياء ممنوعة تتاخد، في إشياء ممنوعة تنعمل، في إشياء مسموحة، خبرنا كمان للحفاظ على اللومينير أو الفينير كيف لازم يتصرفوا. تمام. هلا الشيء مهم بالفينير واللومينير، والكثير عالم تخاف منه انه يفك اللومينير او الفينير بيفك مثلا او شيء. هلا اللي بده يساوي فينير بده يداري شوي، يعني الفينير بصراحه اضعف من التاج الزيركون، يعني ممكن يفك بس بيفك بحالات يعني مثلا المريض كسر شيء او اكل شيء قاسي. يعني اللي حاطط فينير مثلا ما لازم ياكل جوز او يحاول يكسر جوز او عرفتي علي. بس بشكل عام الفينير ما بيفك، يعني ما هو بهالسهوله بفك. مثلا انا في مرحله انه جيت بدي اشيل الفينير ما احسنت، فاضطريت قصه بالسمله لحتى اشيله. تمام. فالفينير بفك بحالات طريقه التطبيق بتكون خاطئه او المواد المستخدمه ما بتكون صحيحه. يعني له عمر معين دكتور الفينير؟ بعض الأطباء بيقولوا 10 سنين. تمام. عمر التعويضات ما بيتعلق بالتعويض نفسه. هلا الفينير ابدا ما بياخذ لون، الفينير ما له عمر، يعني ما بيخرب. اذا بتحطيه على الطاوله بتتركيه 50 سنه ما بصير له شيء، بس يلي بيصير لسه نفسها بتتراجع. مثلا العظم بيتراجع بعد 20 سنه، بتلاقي صار في تراجع بالعظم، تراجع باللسه. هون انكشف الحرف الفينير، فانت صرت مضطره تبدله. بعد 20 سنه الاسنان مثلا بين الفينير والسن ممكن يصير نخر. يعني المريض ساوى تعويض للتاج، بس في حواف بين يعني ما ساوينا تعويض لكامل السن، نحن ممكن يصير نخر تحت التاج. هيك
بيخلص عمر الفينير بصير لازم يتبدل، اما قطعه الفينير نفسها ما بيخلص عمرها. نحن بنشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبالتوفيق لك. شكرا لكم. شكرا لك مره ثانيه دكتور.